أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الهيئة ستطلق خدمة جديدة مع بداية الشهر القادم لجميع إجراءات التحديث، بما فيها تحديث العنوان للمعلومات من خلال أجهزة ذاتية لتقليل الضغط على المراجعين وتسهيل عملية الحصول على المواعيد. وأشار القائد إلى أن الهيئة أنجزت أكثر من 83 ألف معاملة إلكترونية لخدمات بطاقة الهوية منذ بداية تطبيق المملكة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأنها ملتزمة في السعي نحو تحقيق التحول الإلكتروني لخدماتها بما يسهم في خدمة كافة المواطنين والمقيمين. طبعا احنا من خلال عملنا في بطاقة الهوية، مثل ما نعرف ان هناك تعتبر من الادارات الفعالة جدا واعداد كبيرة جدا من المراجعين يرجعون، مع التباعد الاجتماعي ومع تقليل عدد الموظفين استطعنا ان احنا نقدم 83 ألف خدمة الكترونية للناس اللي مراجعين من اصدار بطاقة من تحديث. الإشكالية الكبيرة اللي عندنا في تحديث البطاقة للناس اللي يحتاجون يغيرون عنوان وما عندهم بيانات ربط مع الجهات الأخرى. إن شاء الله في المستقبل القريب، يعني خلال الشهر القادم، راح نطلق خدمة جديدة بأن تكون جميع إجراءات التحديث بما فيها العنوان اللي معلوماتهم مو موجودة من خلال أجهزة خدمة ذاتية، واللي بالتالي راح تقلل الضغط بشكل كبير جدا على المراجعين وتسهل لهم في حصول على المواعيد.